صلى الله عليكم سماحة الوالد، هذا سؤال ورد من أمريكا، تقول فيه السائلة: امرأة أمريكية أسقطت حقها كله من نفقة وغير ذلك عن زوجها، وسؤالها: ما حق زوجها عليها، وهل لا بد أن تطيعه في جميع أوامره؟ إذا أسقطت حقها عنه فيبقى حقه هو عليها إلا إذا أسقطه، إذا أسقطه يسقط عنه، أما إذا لم يسقطه هو باق عليها ولو أسقطت حقها عليه. نعم.